الشوح على أرضية هذا الميدان. نسير معكم هذه الانطلاقات ونتابع صدارة هذا الشوط. شاهين على الصدارة وعلى المركز الأول من هجن العاصفة بقيادة غياث الهلالي، بينما الطاير على المركز الثاني لسمو شيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد المكتوم بمتابعة محمد بن يمعة بن عبيد بالدبيلة من يأتينا ثانيا. والمركز الثالث شاهين هجن العاصفة، رابعا كذلك شاهين هجن العاصفة، بينما المركز الخامس ينطلق هنا وتحديات مياس لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، يتابع مسري بسالم بالعرطي الحميري الطويل، ياتينا سادسا هنا لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، ومتابعة المضمر سعيد بن عبيد الحميري وسام سابعا سمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم بقيادة مسري بسالم بالعرطي الحميري. وعلى المركز الثامن المنطلق شاهين من هجن العاصفة ومتابعة غياث الهلالي المركز التاسع. المركز التاسع يأتينا الواضح لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم، ومتابعة المضمر كاسب بسالم المسافري من يتابع على المركز التاسع. وعلى المركز العاشر، المركز العاشر هداج من هجن الرئاسة ومتابعة المضمر هنا أحمد بن مطر بن مايد الخيلي من يتابع بهذه التحديات المسائية على أرضية هذا الميدان. هذه هي الأسماء المنطلقة الباحثة عن الفوز والباحثة عن الناموس. نعود مشاهدينا الكرام إلى صدارة هذا الشوط المقدمة والمركز الأول. هناك شاهين هجن العاصفة المنطلق بصدارة هذا الشوط بمتابعة المضمر، هنا غياث الهلالي من يتابع على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول مندفع بصدارة هذا الشوط وبمعيته الطاير. هناك لسمو الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد المكتوم، ومتابعة محمد بن يمعة بن عبيد بالدبيلة في تضميرة انطلق بهزاع هنا في هذه الانطلاقة مع أيضا الطاير، بينما المركز الثالث يأتينا شاهين، رابعا شاهين، خامسا شاهين، هجن العاصفة قادمة بثلاثية هنا وانطلاق مميز مع غياث الهلالي في التضمير. أما على المركز السادس والمتواجد هنا في هذه اللحظات ياتي الطويل لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، هو سعيد بن عبيد الحميري يضمر الطويل على المركز السادس. المركز السابع، المركز السابع يأتينا وسام لونا لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، أبعى مسري بن سالم بالعرطي الحميري. وعلى المركز الثامن يأتينا هذه الانطلاقة هداج هجن الرئاسة أحمد بن مطر بن مايد الخيلي في التضميرة، الوصول من الواضح. سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راهد بن سعيد المكتوم يتابع كاسب بن سالم المسافري في هذا الانطلاق والتحدي. وهنا القدوم من عالي من هجن الرئاسة أحمد بن مطر بن مايد الخيلي في التضميرة، وعاشرا شاهين هجن العاصفة مع غياث الهلالي. هذه هي النتيجة للمراكز العشرة الأولى. نعود إلى الصدارة، نعود إلى المقدمة، إلى المركز الأول وإلى شاهين المندفع بصدارة هذا الشوط وبالمركز الأول يسيطر على زمام الأمور. اللي سيطر انطلاقة هنا رائعة لهجن العاصفة التي أيضا نادت بأداء جميل في الشوطين الماضيين هنا في هذا الميدان. المركز الثاني، المركز الثاني الطاير ياتي على المركز الثاني سمو الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد المكتوم، ومحمد بن يمعة بن عبيد بالدبيلة في التضمير. أرى العاصفة وهجنها قادمة في هذه اللحظات هنا على المركز الثالث بشاهين المنطلق أيضا هنا في هذه اللحظات على ثالث المراكز.
وأيضا رابعها وخامسها هما سيتي هنا هذه اللحظات هذا التحدي هنا. وهنا أعود إلى الصدارة، نعود إلى المقدمة وإلى المركز الأول، نبقى ونكتفي هذا القدر ونبقى مع أيضا الصدارة مع المقدمة مع المركز الأول. شاهين على الصدارة على المقدمة، هدنا العاصفة مع غياث الهلالي، وياتي كذلك هنا في المركز الثاني شاهين كذلك هجن العاصفة وغياث الهلالي بالتضمير. ما شاء الله اندفع عن هنا هجن العاصفة باندفاع ولا أروع، هنا بتحدي جميل ورائع في هذه اللحظات. هانينا من هذه اللحظات سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم على فوز هجن العاصفة. شكرا غياث الهلالي، التحديات الجميلة والإثارة المتميزة ما شاء الله. المركز الأول والثاني، مركز الثالث ذات الطاير الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد المكتوم مع محمد بن يمعة بن عبيد بن دبيلة من يقدم، ولكن هجن العاصفة هي هناك الأقرب للفوز. قام راس شاهين وينهي هذا الشوط راس ما شاء الله بأدائه مميز وعرضه جميل للغاية، قدم عرض ممتاز. هانينا مشاهدينا الكرام على هذا الفوز المميز هجن العاصفة. هذه التحديات ما شاء الله، ها هو يصل إلى خط النهاية معلن الفوز ومعلن الناموس لحظة وصول إلى خط النهاية من أيضا شاهين. ها هي لحظة وصوله الفوز وإلى الناموس، قام راس يعني هذا الشوط راس. أما المركز الثاني فوصل مشاهدين الكرام شاهين هجن العاصفة، ثالثا شاهين هجن العاصفة، بينما المركز الرابع الطاير سمو الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد المكتوم. وعلى المركز الخامس وصل هنا هداج من هجن الرئاسة، وسادسا كذلك علي هجن الرئاسة. ونعود إلى التوقيت الزمني هنا ولحظة الوصول في هذه اللحظات 7:27 ثلاثا من الأجزاء من الثانية، التوقيت الأفضل مع أيضا مجريات شاهين هجن العاصفة هنا مع غياث الهلالي، بينما المركز الثاني هنا 7:34 ثمانية من الأجزاء من الثانية، توقيت شاهين هنا من هجن العاصفة في ثانية المراكز. أما المركز الثالث وصل هنا أيضا ب7:36 ثمانية من أجزاء من الثانية، شاهين هجن العاصفة وغياث الهلالي. تهانينا ولجميع الفائزين. هكذا مشاهدين متابعين الكرام عشاق الأصالة يتجدد اللقاء بحضراتكم والترحيب في أشواط مساء هذا اليوم بالأثارة والحماس وانطلاق